وللمزيد من المتابعة بينضم لينا دكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية جامعة عين شمس. دكتور محمد صباح الخير معنا، وكل سنة على حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير وكل سنة وحضرات طيبين والسادة المشاهدين طيب. دكتور محمد، بنتكلم عن المشروبات، يعني العصاير ومشروبات رمضان المعروفة، تمر هندي، العرقسوس، سوبيا، الحاجات دي كلها دي طبعا من الأساسيات اللي بنشربها، وللأسف أغلبنا يعني عشان نكون صراحة بنشرب يعني كوباية، يعني كتير بنشرب كتير على مائدة الإفطار، عارفين إن دي من العادات الغذائية السلبية. نتكلم بقى هي ليه من العادات الغذائية السلبية، والصح نعمل إيه؟ هو طبعا الصح، لو احنا بدينا بالصح بنقول يعني احنا عندنا الشوربه السخنه دي مهمه جدا في قبل العصير. قبل العصير، على اساس انها ايه بتهيئ المعده لاستقبال الاكل، وبتزود من افرازات الايه المعده، وتعمل يعني شيء من الترطيب. يعني طبعا الميه كمان بتعتبر هي مالك المشروبات، يعني الميه في حد ذاتها، بس طبعا ما تكونش ميه مثلجه على اساس ما تعملش انقباضات للاوعيه الدمويه، والميه طبعا برضو بتعمل ترطيب. عندنا كمان زي حضرتك ما قلت، طبعا الايه ممكن ناخد التمر، بس ناخده هنا مع الايه مع الحليب، وبناخد طبعا نص كوبايه، بس يكون كمان حليب خالي الدسم علشان ما يبقاش تقيل. طبعا التمر هيديني كميه من السكر تعوض نقص السكر خلال اليوم، وبالتالي احنا عارفين ان السكر غذاء المخ، فبنعمل عمليه الايه انتعاش ونزود الانتباه، وبالتالي نستمتع بالاكل. طبعا عندنا المشروبات طبعا رمضان زي طبعا تمر هندي والعرقسوس، قمر الدين طبعا، قمر الدين والقمر الدين مشمش، وطبعا غني بالالياف وغني فيتامين اي، فيتامين اي ده مضاد اكسده، وبيزود الجهاز المناعي بالجسم وبيعزز من عمليه الهضم، بس زي حضرتك ما قلتي هنستخدم كميات قليله قوي من الايه من السكر. ممكن كمان نشرب مثلا ليمون، عصير ليمون مع النعناع طبعا ده، ونضيف له معلقه بس من عسل النحل كوسيله ايه تحليه، يبقى انا خدت الاستفاده كمان من عسل النحل لانه مفيد جدا للجسم. طبعا العرق سوس اوكي ماشي مفيش مشكله، بس العرق سوس نخلي بالنا علشان لان هو بيرفع ضغط الايه ضغط الدم. طبعا احنا كمان التمر هندي مضاد اكسده قوي وغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومفيد لعسر الهضم، وبرضه بناكد على ان هو يكون برضه سكر قليل جدا. طبعا في بقى مشروبات احنا عايزين ننساها خالص في رمضان، اللي هي المشروبات الغازيه بقى، لان طبعا فيها نسبه سكر عاليه وفي نفس الوقت فيها نسبه كافيين عاليه، والكافيين ده بيعمل اضرار للبول، وبالتالي بيخلص الجسم من الميه، وانا عايز اعمل ترطيب كويس للايه للجسم. في مشروبات بقى بتتباع بودره كده بطعم البرتقال، الحاجات دي كلها طبعا دي فيها الوان صناعيه فيها نسبه سكر عاليه، للاسف الاطفال بيحبوها، لكن احنا يعني ما يفضلش ما ننصحش بيها يعني. هي للاسف بنلجأ لها لان هي سهله، سريعه التحضير، سهلة بس كلها طبعا الوان صناعيه وفليفر صناعيه وسكر عالي جدا، فهنا يفضل ان احنا ما نستخدمهاش. عندنا طبعا الفواكه الطبيعيه كلها، لو حبينا نعصر نعصر، بس احنا بنقول يا جماعه ناكل الفاكهه كامله، لو برتقال ناكل برتقانه كامله مثلا، لان بيبقى فيها الالياف، لان انا بعمل عمليه عصير بنصفيها يعني. والالياف دي طبعا بتدي احساس بالشبع، كمان بتقلل من امتصاص الدهون لو انا واكل اكله دسمه، بتقلل من امتصاص السكريات كمان لو انا مريض سكر وهكذا، فاحنا يفضل ان احنا ناخد الايه الفاكهه ثمره الفاكهه كامله يعني. مرة تانية كل سنة وحضرتك. طب اتفضل يا فندم. لو قلنا الشاي طبعا بنقول يا جماعة بعد الأكل بساعتين، على اساس ان هو ما يحصلش تدخل مع الاكل ويقلل من امتصاص الحديد، واحنا في حاجه للحديد علشان الناس اللي بتعاني من الانيميا. انا بشكر حضرتك مره تانية، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور محمد الحوفي، استاذ علوم الاغذيه جامعه عين شمس.